فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف يعامل المبتدعة كالروافض إذا كانوا يخالطوننا في أعمالنا؟ يقول: كيف نعامل المبتدعة كالروافض إذا كانوا يخالطوننا في أعمالنا مع العلم أنهم مسالمين ولا يظهرون بدعهم؟ نحن لا نخطي عليهم ولا نتعدى عليهم، ولكن لا نمكنهم من إظهار ضلالهم، لا نمكنهم من إظهار ضلالهم ومذهبهم، ولا نتعدى عليهم نخطي عليهم، ولا نحبهم أيضا، ولا نعاشرهم، لا نعاشرهم ونصادقهم ولا نحبهم، ولكن مع هذا لا نظلمهم ولا نخطي عليهم ولا نمكنهم من إظهار الضلال والشرك في مجتمع المسلمين. نعم.